السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رجاوي. التوقعات ديالك ديال الديربي 11 مباراه. والتوقعات ديال الديربي كيف ديما ما كيعرفش لا فريق ناقص ولا فريق قوي. ملي بالعكس ملي كتكون الرجاء قويه كتربح الوداد، ملي كتكون الوداد قويه كتربح الرجاء. هادشي باش معروف. والتوقع ديال التعادل 1-1 0-0. المهم تعادل. ربما انك سمعتي بشي غادي يوقع البارح في البرنامج. شات برهش 2024 هذه ماشي يلا بدينا في الكره وكاس العالم وكاس افريقيا الله يتنظم في البلاد. دابا كلشي 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 غياخذوا نظره خايبه على المغرب دابا. كلشي غياخذ نظره خايبه على المغرب دابا، خصوصا الجاره الشرقيه ديالنا الجزائر. هما اللي ولكن بلاد ما كيشوفش هذا الشيء. هذا البراش اللي كيديروا الصداع ما خصهم يشوفوا هذا الشيء. هذا بركه من الصداع، بركه من المشاكل. راه بنادم عيا من هذا الشيء. شوفوها الماتشات دابا اغلبيه ديال الماتشات كيساليو كيتلعبوا بلا جمهور بلا والو. السبب باش هو هذا الشيء. كيفاش كتشوف ان المباراه تبدا بلا جمهور؟ شبيه انه غيكون عنده واحد التاثير على اللاعبين. بزاف هما غيتفرجوش في الديربي اللي موافقين. بزاف غيكون تاثير كبير على اللعابه هما الاولين. وحتى الديربي ما بقاتش هذيك سميتو ديالو، هذيك الحلاوه ديال الديربي ديال شحال هذه ما بقاتش دابا. كنا جاويين كيتفرجوا حدا الوداد ديال شحال هذه اللي كيقول حنا عندنا حنا دابا عندي صحابي وداديين واللي انتصر كيقولوا بالصحه، ما كاينش زعما الحياق ولا داك الشيء ما كاينش الحمد لله. والله يهديهم يحيدوا هذا الشغب هذا وهاد المشاكل هذا، حنا بغينا كره نقيه. وحتى بالاضافه الى المشاكل اللي كتعاني من الوداد، ماشي شي بان يكون عنده واحد التاثير. لا فريق الوداد فريق كبير، ما يطرى لا مشاكل لا والو. بحال الرجاء فاش كانوا عند المشاكل كانت غادا مزيانه، حيت فرقه كبيره، الجمهور راس مالها كيف كيقولوا. حتى هما نفس الشيء. شكرا لك. شكرا. شباب السلام عليكم. السلام خويا. وداد ولا رجاوي؟ بحال الرجاء بحال الوداد ولكن اخويا رجاوي. فهمت؟ ولكن عزيز عليا الوداد حتى هي، ولكن في الديربي لا الرجاء خويا. التوقعات ديالي اخويا هي كان الجمهور انايا فهمتيني؟ عندك الرجاء والوداد بلا جمهور بحال ما كاين والو فهمتيني؟ راه هادشي ما فهمتي ما خصش تشوف، ماشي واحد يديرها وفهمتي شي وحدين اخرين يتلاموا فيها، ولكن شحال من واحد كيبغى يتفرج. شحال من واحد ما عندوش غرض الفراج. خويا حنا عندنا الديربي راه بحال شي دور ارجنتيني ولا دور برازيلي بين الرجاء والوداد فهمتيني؟ راه بلا جمهور ما كاين والو، كتولي الفراجة باردة. بحال دابا شحال من واحد دابا ما يقدرش يتفرج، مشى في القهوة ما يتفرجش فهمتيني؟ اش غادي نقول لك خويا؟ نجاك من الاخر راه ما كتدخل تيران ولا عام شكون هاد التيران، راه كاين مراقبة. كلشي اللي دار شي حاجة تعاقب فهمتيني؟ اللي دار شي حاجة تعاقب. الجمهور ما في ذنبه والو، راه كاين شحال من واحد راه ما عندهمش غرض الفراجة، عندهم غرض بحاجة أخرى. فهمتيني؟ حوت وحدك دخل للشوارع، ولكن جاك من الاخر اخويا اللي غلط يخلص فهمتيني؟ مثلا شي واحد دخل دار شي حاجه انت يتعاقب، شي واحد جاي يتفرج ما دير والو تحرم بنادم. بحال دابا انا دابا كنسالو الديربي 3 شهور وانا كنفكر ليه باش نتفرج فيه، جا اخر ما طيب قال لا ما كاينش الجمهور. شنو هي هذه؟ راه بحال شي عرس كيكون ما فيهش الجوق. جاك من الاخر الديربي دابا بحال ما نتفرجش فيه. كنت توقع ديال الرجاء تربح هي الوداد تربح ما نتفرجش. علاش؟ حيت حنا كنبغيو الجمهور، كنبغيو التيفويات، راه معروف الرجاء والوداد بالتيف والجمهور والهيئه فهمتي؟ لا 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 كي جاك الحامل ديك الساعه فهمتي؟ كتخرج هذاك الشيء اللي عندك. الحدث اللي وقعت البارح بين طاقة تبرنوط. واش غادي نقول لك خويا؟ الله يهديهم. قلت مي الدار الله يهديهم. شنو غادي نقول لك خويا؟ الله يهدي بنادم. وشوف شوف خويا. لكن هذاك الشيء كيعطي صوره سلبيه على المغرب، وربما اعداء ديال البلاد كيستغلوا الفيديوهات. شوف خويا بغيت نهضر واحد الكلمه واسمح لي، حنا عندنا المونديال 2010 وعندنا كاس افريقيا، هذا ما خصش يكون. ما تخلوش واحد اخر يتفرجوا فينا وتشوفوا فينا ودوا صوره علينا خايبه فهمتيني؟ كيما داو علينا في التيك توك فهمتيني؟ جاك من الاخر. ربما انا قلتي 2010 المونديال ديال 2010 2000 لا 2030 اسمح لي 2030 و2025 عندنا كاس افريقيا، راه ما خصش يدوا لي نظره خايبه والعالم يجي العالم يجي عندك فهمتيني؟ هذاك الاعداء ديال الوطن من الاخر. حنا كنموتوا على هذه البلاد هذا، واللي كيبغي هذه البلاد راه ما كيداش بحال هكاك، واللي كيبغي فرقشو ما كيداش بحال هكاك. ماشي كينوض يهرس ويدير لا كيشجع ومشي يتابع فرقشو فين ما مشات، وخا تبغي فرقشو طيح يهزه ويتبعها. والله هذا الشيء اللي كان
كان الجمهور ديال الرجل ديال الوداد كان كيتعانقوا اخويا كان كيسالوا كيتعانقوا كيريحوا مع بعض كيقول لي بصحتكم الماتش الجاي ان شاء الله راه حنا اللي غننتصروا عليه خويا كنعرف انا هذه شحال كنضر كنشوف الناس اللي عاودوا لنا قدام من الاول ديال الراجل اللي كان كيمشيو القهوه كيريحوا مع بعضياتهم كان كيمشيو التيره كيريحوا مع بعضياتهم ودابا كيبان لك الحرب اصاحبي راه كيبان لي الحرب كنجيك من الاخر بحال اللي نقول فلسطين مع اسرائيل احنا بيناتنا حنا خوش واش دابا انت تقدر تقيس خوك حنا راه كنا خوش حنا ولا البلاد خصنا نكونوا متحدين راه الفرقه اللي ربحت بصحتها ماشي بلا ما صافي خسر شي داك داك نهرس شنو تستافد انت راه تتهرس فهمتي راه بحال كترس على راسك افكر اول حاجه افكر الوالدين اللي يسمح واك يرس راسو راه يمرض الوالد الا طاح في شي مشكل شوف الا طاح في شي مشكل اول دقه في ما تجيش فيه هو بالاول كتجي في والدي عاد تجي فيه هو فهمتيني هذيك الساعه ملي تشد عاد قطلب هذيك الساعه ندامه وقول امي سمحي لي تقول امك تسمح لك دابا ما بقاش غلطه خويا هذيك الشيء راه ما منه والو التوقعات ديال النتيجه ديالك نجيك من الاخر التوقعات ديالي والله ما غادي نتفرج شي لك واش شوف عطيني النتيجه النتيجه نجيك ويا الراجا كيبان لي راه كاين فهمتيني الوداد بانت لي مع المشاكل ديال الرئيس وداك الشيء بانت لي شويه ناقصه نجيك من الاخر بانت لي بحال اللي فهمتي الدراري تعقدوا كان مولف مع الناصيري وداك الشيء بحال اللي الدراري تعقدوا خطوط دابا الولد داخل في ازمه مرة جات بارك الله من جيك من الاخر كاين الراجل شباب السلام عليكم وعليكم السلام بلادي ولا رجاوي؟ رجاوي شنو التوقعات ديالك النتيجة ديال الديربي اللي عطاش عليك؟ كنشوفوا ان الراجل الايام يعني عنده خطة وعنده مدرب وعنده يعني عنده طاقم تقني و عنده إدارة في مستوى وكل شيء يعني كيظل أن الرجاء غادي تنافس على البطولة الوطنية هاد العام وحتى اللاعبين متناجمين مع بعضياتهم بالأخص الزرهون وفي الزرهوني أجنحة ولا يعني كاين يعني كاين مبادئ أن الرجاء غادي تقول الكلمة ديالها إن شاء الله في البطولة عكس الوداد عكس الوداد الوداد كنشوفوها يعني في هاد الماتشات الأخرين ما شفناش الوداد الوداد اللي كنعرفوا الوداد اللي كان اللي دا العصبه اللي وصل النهائي ما بقيناش شفنا الوداد ملي طرا داك المشكل ديال الناصيري ما بقيناش شفنا الوداد اللي كانت كنسمعوا بها شحال هادي المتوقع ديالي كمشجع رجاوي انا غنقول غنكون متحايد غادي نحكم يعني بمنطق الرجاء هي اللي غتربح في هاد الديربي هذا النتيجه النتيجه غتكون 2-1 خاصه في بين النتيجه ما خلصت على الرجاء ديال 7 اهداف هذا غيكون دعم اللاعبين ديال الوصول الخضر هو الديربي ما تحكمش عليه صراحه واخا تكون الرجاء كتربح واخا تكون الوداد كتربح ما عمرك تحكم على الديربي وكتبقى مباراه يعني في البطوله الوطنيه وكنتمنوا اللي غيكون حسن وغيكون مركز ذهنيا ويعني يكون تريني مزيان نتمنوا اللي يربح في هذا الماتش هذا بكل صراحه برك هذا الشيء اللي وقع البارح في البرنوطي انت كرجاوي شنو كتقول؟ والشغب اللي وقع كان وقع الشغب في البرنوطي شي كيشرف الرجاء الجمهور ديال الرجاء صراحة أنا ما كيشرفش الكرة الوطنية عامة لأن احنا مقبلين على تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم وهذا الشيء كيشوفوه يعني الصورة ديال المغرب في المحافل الدولية أنا ما كيشرفش نهائيا كنتمنى أنا الجمهور لا رجاوي لا ودادي لا خريبكي لا كيما بغى يكون نوعه مغربي بصفة عامة أنه يعني يتحضر شوية ولا دخل التيران يدخل بأداب وما بقاش هذاك الشغب لأن الشغب راجع العوامل كثيرة من أن الناس كتعاطى وهذا هو اللي السبب الرئيسي ديال الشغب أنا نقول لك صريح التوقعات ديالك النتيجة ديال الدار إن شاء الله كما قلت لك 2-1 صالح الرجاء صالح الرجاء 2-1 إن شاء الله وتقدر تكون حتى 3-1 المهم 2-1 3-1 شكرا شباب مرحبا السلام عليكم السلام خويا ودادي أخويا حتى الموت اخويا النتيجه كنقول لك النتيجه شويه صعيبه علاش حيت الوداد دابا شبعانا مشاكل فهمتش الرئيس ما كاينش شحال من حاجه ولكن ان شاء الله عندنا اليقين في اللعابه غيضربوا لي ان شاء الله ما كتشوفش بان هاد المشاكل اللي كتعاني من الوداد وهاد المشاكل تجي اكثر يا من راك عارف الذباب الاخضر انا كن احنا عندنا اليقين بان تكون الوداد ان شاء الله في نهاره واللعابه يكونوا في نهارهم وكنوصلوا لهم هاد الميساج انا كودادي عندنا صحابنا رجاويين لعيبات حنا رخاء وخا ولكن ديما ويدا ان شاء الله غنربحوا ان شاء الله واحد النتيجه ديالها غتكون يا اما التعادل 1-1 غنربحوا شي 2-1 كنعرفوا فينا الديربي واخا كتكون اوج العطاء ديالك الديربي كتختلف شي حوايج اللي بتي دي طايره كتختلف بزاف الحوايج كنشوفوا بان شحال من خطره كانت الوداد اوج العطاء ديالها وانتصرت عليها بصح متفق معاك كانت الرجاء والعكس صحيح متفق معاك كانت الرجاء اوج العطاء ديالها كاينه
مقتصر على الولاد، ماكش بين التوقعات. صعيب هذا صعيب، شحال من مره كتقول غنكونوا رابحين كنخسروا، شحال من مره كتقول الرجاء تقدر تربح حنا تخسر، ولكن حنا عندنا اليقين في اللعب ان شاء الله. هاد الايامات فهمت هاد الماتشات الاخرين ما كانوش في المستوى، ان شاء الله يكون الماتش ديال الديربي في المستوى. يكون الماتش بدون جمهور. وبدون جمهور. ولكن حشومه عليهم علاش حيدوا لنا حنا الجمهور، كنتمنوا حتى الروتون ان شاء الله يكون بلا جمهور. شنو نعرفوا حنا المباراه بدون جمهور؟ ما مباراه ما والو، حنا كازا الديربي ورفنا خص يكون الجمهور. لا في الرجاء لا في الوداد، فهمتي كنقولوا ماشي زعما يكون عند الوداد، لا الوداديين لا رجاو. وكنتمنوا يكون الجمهور، دابا الا حيدوا الجمهور نتمنوا في الروتون حتى هو يكون بلا جمهور، باش يلاه تكون القضيه. كما كان هذا قبل الديربي وقع واحد المشكل البارح في البرنوص. ديال الارطاج، سمعت على اللعيبه ديال الارطاج، حنا بعاد، حنا تحيه للعمل تحيه حساني، حنا بعادين على داك الشيء ديال الارطاج. كاينين فهمتي، حنا كوداديين كنجيو نشجعوا الفريق. واش داكشي كيشرف الكره؟ ما يشرفش الكره. شوف حنا كندويو على الجمهور بصفه عامه ديال المغرب كله. نتمنوا يحيدوا هاد الشيء غاب كامل بمره، علاش؟ حيت كيوسخوا لنا الصوره ديالنا. راه فهمتي كيف المغرب مكبر على الكاس، فهمتي؟ وبالعكس كتلقى حتى دابا مقيدين اكثر، دابا ولات كنشوف واحد الجينيراسيون طالع دابا مقيد، من دربنا وغادي مقيدين، وحدين اخرين اجيو ديروا طن. كتلقى دري صغير باقي ما عارف حتى كوره شنو فيها، وطالع باغي الشغف في الجمهور، فهمتيني؟ هي ما جاتش، فهمتيني؟ راه نهضوا في الوضع ما جاتش. كنتمنى الشغف يتحيد، وحنا ديما وداد وشي اللي كان ديما مغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.